بالشكل دوت، بسيبه حوالي دقيقتين على نار متوسطة مش نار عالية، وأول ما أحس من الأجناب كده إن هو ابتدى، شايفين، يفك هبتدي أقلبه، بس ياخد حوالي دقيقتين كده. هبتدي بقى أهو شايفين أقلبه بالشكل ده، عايزة تسيبيه يتحمر شوية، تمام، بس كده عشان يبقى طري معاكي وتقدري تلفيه او تشكليه.